لكن عندما تتولى تكون هناك يكون هناك استقرار سياسي، الدولة هي التي تتولى هذه المسؤولية. فلذا المرأة هنا في هذه الحالة أو لا يكون اعتمادها الكلي على الرجل، أو لا يكون الرجل يشعر أنه لابد أنه يكون دائما في وضع دفاع، وضع استرداد أو استنفار. هذا من ناحية، من ناحية أخرى النمط الاقتصادي للمجتمعات يؤثر على مدى بروز دور المرأة أو غيابه أو احتجابه. فمثلا المجتمعات اللي تعتمد على التجارة المرأة بيكون دورها الاجتماعي أوضح طبعا مع استقرار سياسي، نظرا لأنه التجارة في الزمن القديم يوازي غياب الرجل لفترات طويلة تمتد السنين، لأنه هذه كانت طبيعة المواصلات وطبيعة هذا النشاط. فبالتالي المرأة هي التي تكون في صفوف الخلف، مش الخلفية، بس هي اللي تتولى شؤون المنزل أو شؤون حتى المدينة. الرجال اللي بيكونوا موجودين بيكونوا معدودين، أو بتكون نشاطاتهم الاقتصادية لا يمكن أن تغطي احتياجات هؤلاء النساء اللي أكيد. فبالتالي هنا نبدأ نسمع عن أنه أن المرأة الفلانية أو هؤلاء النساء كان لهم تواجد معين. طيب عدا عن هذه العلاقة التي هي التي تحدد ربما دور المرأة عبر التاريخ، ألا تظنين بأنه كان هناك دور معين في إخفاء دور المرأة عبر التاريخ، كان ظلما منا للتاريخ أو للتأريخ؟ يبدو لي أنه فترات الضعف هذه أو فترات عدم الاستقرار السياسي بيرتبط واللي بيكون فيها الرجل هو المتصدي للدفاع والحماية، بيكون في حالة الدفاع هذه بتجعل المرأة هي في وضع اللي مخاف عليها دائما أو الذي يخشى عليها دائما، فتركز الحماية الزائدة عليها فهو يتولى الصدارة بذلك. أيوة، الموارة يركز على أن توارى خلف الأستار. من ناحية أخرى لما نتكلم عن لماذا المرأة تتوارى أو تختبئ، أنا أعلقها إذن بضعف الشعوب أو بالفترات التي تمر على فترات الضعف التي تمر بها بعض الحضارات. لماذا؟ لأن الرجل في هذه الحالة يحاول أن يغطي ضعفه أو يحاول أن ينفس عن حالة الضعف التي المستكينة لديه في من هو أضعف منه، واللي غالبا كان من ناحية الفيزيائية بتكون المرأة. أكيد. طيب أنت تعدين أطروحة للدكتوراه وموضوعها دور النساء في المجتمع النبطي في القرن الرابع قبل الميلاد، لماذا اخترت هذه الفترة بالذات؟ هي فترة الدولة النبطية. الدولة النبطية تمتد من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي. وتركيزي على المرأة نظرا لأنه في الدكتوراه لابد أن نختار موضوعا أصيلا، فهذا الموضوع لم يطرق من قبل. بالإضافة إلى ذلك المرأة كان لها بالذات في فترة النبوغ أو الازدهار النبطية اللي هي القرن الأول قبل الميلاد القرن الأول الميلادي، هذه الفترة اللي كان للمرأة أو بدأ للمرأة يظهر تواجد واسم سواء في النقوش والكتابات النبطية أو على قطع العملة. دورها كامرأة ذات ملكية، ذات وضع اجتماعي وكيان اقتصادي واجتماعي متميز او مستقل، ما بقول مستقل عن الرجل يعني، لكن هناك في اهميه بتعطى الى 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 مشاركتها، الى مشاركه سياسيه. فكانت الملكه النبطيه تذكر جنبا الى جنب مع الملكه النبطي على قطع العمله، على النقوش والكتابات النبطيه، احيانا حتى تصور على العمله، تصور الى جانب الملك، وإن كانت خلفه بعض الشيء، وإنما تظهر صورتها ويظهر اسمها. وفي فترة متأخرة يعني مع ازدياد قوة الدولة، يعني هنا نعود إلى المعادلة القوة واللي ربطها مع دور المرأة، نجد أنه تبدأ الصورة تتضح زيادة إلى أن تصبح صورتها مستقلة على واحدة أوجه العملة. أكيد. طيب يا ستي، أنت طبعا تستطيعين الكتابة والبحث بعشر لغات قديمة من بينها الإيرامية، العبرانية، اللحيانية، واليونانية، واللاتينية، أيضا تجدين لغات أخرى، الفرنسية، الإنجليزية، والألمانية. في رأيك ما هي أهمية إجادة كل هذه اللغات في عملك؟ أول شيء في الواقع
انا لم اعد من قبل اللغات او الكتابات اللي بعمل بها، ففوجئت الصراحه بالرقم. لكن في الواقع انا لا اجيد الكتابه والتحدث بكل هذه اللغات، وانما انا لدي القدره على التعامل مع هذه الكتابات في مجال النصوص، فاستطيع ان اقرا ما يتعلق بدراستي او ما يرتبط، ويتفاوت هذا الامر من لغه او من كتابه الى اخرى. وفي بعض الكتابات اصلا هذه ميته، يعني حتى ما نعرف كيف ننطقها، وانما حاول ننطقها باقرب وسيله الى اللغه اللي تكون اقرب اليها. اكيد. اما بالنسبه للغات الحديثه فهي ضروره. ضرور جدا انه نكون نتقن لحد كبير اللغات الحديثه، بالذات هذه اللغات الثلاثه مرتبطه بشكل كبير بدراستي، نظرا لانه المستشرقين الرواد في مجال التاريخ القديم كانوا كلهم يكتبون بهذه اللغات، الانجليزي والفرنسي والالماني. للدخول الى عالمهم كان يجب. فانا لدي قناعه بان العمل الاكاديمي لابد له من ادوات اني انا استخدم اصل الى الماده او مصدري بنفسي من غير وسيط مترجم او وسيط مراجع. جميل جدا. يعني اصير مسؤوليه مباشره عن العمل الذي امامي. جميل. طيب يا ستي، بالإضافة إلى دراستك للتاريخ، أنت أيضا قمت بتدريسه في جامعة الملك سعود بالرياض، فكيف كانت هذه الصعوبات اللي خلتك انتقلتي من مرحلة التلمذة إلى مرحلة أن تكوني أستاذة؟ صراحة ما أدري إذا كان طالباتي حيكونوا يعني بيستمعوا إلى هذه المقابلة أم لا، ليسمعوا الصعوبات التي واجهتني في تدريسهن. كانت مرحلة اعترف بانها صعبه، لان الانتقال من صف المتلقي الى صف المواجه الذي يعطي ويحاول ان يقوم بالدور اللي عاده نحن ننظر اليه نظره مختلفه، كان تحديا امل اني اكون نجحت فيه لا اعلم. انا قمت بالتدريب في البدايه، كنت معيده لمده عامين، وان بعد ذلك اصبحت محاضره بعد اكملت الماجستير لمدة 3 سنوات. ففي البداية كانت لدي صعوبة أني أكون واثقة من أني سأوصل المعلومة التي لدي بطريقة محفزة للتفكير، وفي نفس الوقت مشوقة، وفي نفس الوقت غير مخلة. يعني هناك أكثر من اعتبار كان يعتبر تحديا بالنسبة إلي، وإلى الآن يعني لا أدري ما مدى نجاح هذه التجربة وهذه المحاولة. حاولت قدر الإمكان أني أنا أطلع على كتب التربية وكتب وسائل التدريس، استفدت من خبرات زميلات لي في هذا المجال، حاولت أنه أعمل استخدم اساليب حديثه في التدريس، برضو ما ادري مدى نجاحها من عدمه. برضو يبغاكم تستضيفوا طالباتي تسالوا. اكيد بنجيبك معاهم انت كمان. طيب بس في ثواني بسيطه، انت ايضا تكتبين في زاويه اسبوعيه في جريده الرياض، كيف تربطين بين الكتابه والتاريخ؟ انا ارى انه الكتاب لا ارى انه دراسه التاريخ تعين الانسان على رصد المجتمع وعلى رصد تطوره وتغيره وتقلبه، والكتابة بتسمح لي أن أجد منبرا حتى أعبر فيه عن هذه العلاقة أو عن هذه النظرة. أو عموما دراسة التاريخ تعطينا بعدا أكثر عمقا أتمنى في تناول المجتمع المعاصر، فتعيننا على تحليله وعلى نقده قدر الإمكان. وعلى العموم سيدات مثلك هي التي تعين التاريخ على أن يقدم المرأة في أحسن وأجمل وجه، أليس كذلك؟ أمل ذلك. طيب أنا أسبق اللقب دكتورة هبتون قبل الأوان، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الممتع، وأرجو أن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ودراسات أخرى شيقة وممتعة. شكرا. أصدقائي المشاهدين، ما رأيكم لو نستريح الآن مع أغنية أولى في برنامج هذه الأمسية؟ ستكون مع المطرب المتألق دائما صابر الرباعي، وفي أغنيته الجميلة أرجع لحبك. Thank you.
تاني بدك خلاص أساني ما تقربيش من قلبي بدك خلاص 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 أساني أرجع لحبك لا